ده أول شيء بدك تعمله بس تخلص الحرب شو؟ هيك على المستوى الإنساني، إنساني السياسي. بتروح بعلبك، شو بتعمل؟ بتروح على مدينتي اللي بحبها هاي، وبدي اجي على الضاحية، هيدي قرانا ومدننا اللي بنحبها نحن، وهودي اهلنا، بجي اشوف ناسنا واهلنا، لانه انا من الناس اللي بيشوفون الناس على طول بالشارع، ولا مره بتعطى عن الشارع، وتشوف اصدقاء فرقتنا الحرب ورفاق ومحبين ونشيع شهدائنا وشيع كتير من الناس اللي خسرناها في هذه الحرب. ما حدا يفتكر هيدي الدمعة ضعف أبدا، عم نلحق إن شاء الله خير. المهم إنه نحن راجعين. هيدي الدمعة شو؟ هيدي أول مرة ضيفة خليني أبكي لك. هيدي يقين إنه نحن ناس عنا عاطفة، عنا حماس، عنا حب لبلدنا، عنا حب لقرانا ومدننا وشعبنا. نحن منحب الحياة، بدل نحن منحب الحياة، بس نحن ما كان عنا خيار. هني صنعوا إسرائيل، وهني احتلوا جنوب لبنان، وهني وزير ماليتهم هلأ عم بيقول أن حدود إسرائيل تصل إلى السعودية. هيدا أول مرة أهل بعلبك بيتهجروا بهذا المستوى من التهجير؟ آه، أول مرة المدينة تشهد هذا التهجير، وأول مرة البقاع يشهد هذا الكم من التدمير. كانوا أهل جنوب عم يحملوا العبء الأكبر، وكانوا عم يحملوا وسبحان الله نحن وأهل جنوب البقاع والجنوب. هلأ الضاحية هي محطة لاثنين، لأولاد البقاع وأولاد الجنوب، زي مع اثنين دايما نتبادل الدم. لما هدد البقاع بالمد التكفيري طلعوا اولاد الجنوب قاتلوا معنا، وهلا لما هدد الجنوب احنا اولاد البقاع بالجنوب.